كولتي قسنطينة جرت فيها 8 مباريات، وفي قسنطينة لجنة لتحضير كان دون 17 سنة بينت احترافية تاعها في التنظيم، والحمد لله فرحت كل الجزائريين بالتنظيم تاعها. المسؤولين الكبار تاع الكاف قال لك باللي الجزائر عندها امكانيات كبيره، ودارت تنظيم محكم واحترافي. قسنطينه كسبت الرهان الاول هو شان، والثاني الكان، وان شاء الله يكون عندنا ان شاء الله ولا ربي عطانا الحظ باش ننظموا ان شاء الله كان 25. تزيد قسنطينه تبرهن انها عندها احترافيه كبيره في التنظيمات الكبرى للمنافسه.